هلا صالح حننتقل لمحطتنا التاليه اللي رح نتطرق فيها لمصطلح بيشغل الكثير مننا بشتى مجالات الحياه، تحقيق النجاح سواء كان هدف او غايه لدى البعض، الا انه تتويج لمرحله معينه بيقولوا انه الاهم من النجاح هو الحفاظ عليه. يا صالح اكيد سمر، مثل ما قلتي النجاح انك تحافظي عليه وتحققي وتصنعي مقومات وركائز. شو هي الخطوات المؤديه للنجاح بين الحياه العمليه والعلمية؟ أمور رح نناقشها أكيد مع ضيفتنا خبيرة التنمية الإدارية الدكتورة لبنى بشارة. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أكيد النجاح هو كتير في عنا تعريفات للنجاح، يعني أنه شخص عنده النجاح هو يكون محقق، يكون عنده عائلة صحة، يكون عنده عاطفة، يكون ناجح بقلتلك بالعمل وبحياته، أو يحقق هدف يعني كان راسم له. ممكن نفهم شو هو مفهوم النجاح بشكل أكبر؟ النجاح هو شعور بالرضا والسعادة بسبب يعني وبدها تكون من أعماق النفس البشرية، مو شيء بسيط يعني، لتحقيقنا لهدف معين. وأنا بلاقي إنه أجمل مفهوم ممكن نمرق عليه صحيح. هو إنه النجاح هو أمل البدايات وهو نتيجة النهايات، فهو بيكون المفهوم الأشمل والأجمل. تماما. يعني دكتورة لبنى كانت تقلي ماما كلمة إنه فرحة النجاح هي أحلى من أي فرحة بالعالم، فوقت نجحنا مثلا بأيام الدراسة بالبكالوريا أو مثلا نترفع سنة بالجامعة، فعلا يكون الشعور مختلف تمام. عن فرحة حتى العرس يعني صحيح. خلينا نقول فرحة النجاح أسا أحلى من فرحة العرس، في نشوة بيحسها البني آدم إنه هو حقق شيء، عمل شيء. قديش هيدا هيك الفرحة هيك من جوا من النفس إلى علامات داخلية يمكن تطلع لبرا، وهي إرضاء خلينا نقول للذات، وتوصل واحد لإرضاء ذاته فهو ملك الدنيا كلها. تمام، لأنه حسب هرم ماسلو نحن بنعرف أنه تحقيق الذات هو أعلى موقع بالهرم، لأن نحن نكون تجاوزنا تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والغذاء والكساء والمكانة الاجتماعية، وانتقلنا لأعلى شيء اللي هو تقدير الذات. فأنا لما بنجح فمعناته وصلت لتقدير الذات، وهو بيكون بالفعل تتويج ليش بيكون فيه سعادة كتير كبيرة؟ لأنه بيكون تتويج لمجموعة من المهارات والطاقات اللي أنا بذلتها وسعيت لها لحتى وصل لهذا الهدف، لذلك بيكون الفرحة فيه كتير مهمة. كتير من مفاهيم النجاح المنتشرة ومنعرفها، بس أكثر شيء ورد ذكره هي السعادة، بالإضافة للسعادة هو الاستقرار المادي. هل هن ركائز من ركائز النجاح؟ بيقولوا مثلا السعادة هي أخذة من تعريفات النجاح 82%، أما الاستقرار المادي أخذ 6%. شو رأيك بهالكلام؟ أكيد، لأنه النجاح والتميز ما بالضرورة يكون بظروف كتير مسلة، لأنه كتير منلاقي من الأشخاص الناجحين هن اللي ظهروا ببيئات كتير كان في صراعات وضغوطات عم يتعرضوا لها، لكن هن واظبوا، ويعني هذا كان اللي نقول السر أو المفتاح بنجاحهم، إنه هن تحدوا هاي الضغوطات وقدروا إنه هن يتجاوزوها ويضلوا مواظبين على عملهم، رغم إنه مثلا ممكن يكون فيه فشل كتير، تكرار كتير. السعادة أهم من الاستقرار المادي لتقدر تحقق النجاح وتحصل عليه. السعادة فهي جانب الأول اللي هو الاستقرار المادي، لهيك أنه هو أحد الضغوط اللي ممكن الواحد يتجاوزها، أو حتى بسبب صعوبة الظرف المادي ممكن ينجح بشيء معين، بيصير عنده إصرار على ناحية أخرى لحتى يبرز فيها ويحقق ذاته فيها. هي ناحية. بالنسبة للسعادة إذا بدنا نناقشهم بشكل منفصل، السعادة هي عامل كتير مهم مرافق للنجاح، لأن نحن النجاح مو فقط بالنتيجة، مو بتحقيقها، لأنه أوقات النتيجة بتكون على مراحل. يعني مثلا لما أنا بدي وصل لمنصب معين بالعمل ممكن أنا أكون عم بطلع بالتدريج، هي المراحل كل مرحلة منها بتحقق لي سعادة جزئية. هي أولا. ثانيا مثلا إذا بالدراسة عندي مجموعة اختبارات، أو أنا ممكن أعمل اختبارات لذاتي لما لاقي حالي أنه أنا عم بمرق فيهم، فهي في عندي سعادة هون بتكون مرحلية لوصل للنهائية. هي لنقول بما نحققه جزئيا من موضوع الهدف النهائي بما يتعلق بالسعادة. أما إذا بدنا نقول أنا كشخص أنا لازم أشعر بالسعادة إذا كنت فعلا عندي هدف، لأنه كثير من الأشخاص بالحياة ممكن يمشوا حياتهم بدون هدف صحيح. فأنا لازم أكون في إلي تقدير لذاتي،
في سعادة لأنه هذا الشعور بيدعمني من أجل تحقيق الهدف اللي أنا عم بمشي تجاهه. نعم، يعني مثل ما قلتي دكتورة لازم يكون فيها هدف، ولكن خلينا ننوه لنقطة معينة. أحياناً ردة الفعل اللي حكيتي عنها تجاه الوضع المادي مثلاً اللي بيكون فيه الشخص أو البيئة الفقيرة يلي بيكون فيها، مو شرط، بالعكس بيكون دافع النجاح لسه أقوى وأكبر لأنه هو يعمل شيء، بتكون هي دي ردة فعل. وأيضاً بس يفشل الإنسان ويقوم بصير عنده أيضا ردة فعل لأنه ينجح، ويمكن بيكون نجاحه أكبر وما بيتوقعه المحيط، بيقول أنه هذا معقول وصل لهيدا المرحلة. إيه هو فشل، إيه هو فشل، بس دائما الفشل بيقولوا بداية النجاح. أدي هيدا الكلمة فينا نعطي هيك مشاهدينا لمحة عنا أنه الفشل هو بداية النجاح. أكيد. هلأ نحن مو بدنا بس نقول الفشل، أي عمل سواء كان فيه إنجاز بسيط أو فشل هو مفتاح لتحقيق الهدف النهائي. هلأ نحن منقول الفشل هو مفتاح النجاح مشان نحفز الأشخاص، لكن هو سواء كان فشل أو تحقيق إنجاز بسيط أو إنجاز عظيم هو مفتاح لأبواب كثيرة ممكن نحن تنفتح بوشنا لحتى نطور بذاتنا، لحتى نكون سعيدين سواء بالعلاقات، ما بدي أقول أنا بس مهنيا بالعمل، لا، مهنيا، أكاديميا، بالحياة الاجتماعية، هذا كله اسمه نجاح. فنحن حسب شو هدفنا ممكن نحن نمشي بالخط اللي بيودينا عليه، سواء فشلنا أو ما فشلنا كتير. لكن ليش نحن منركز على موضوع الفشل؟ لأنه نحن في عنا صراعات كتير منواجهها بالحياة، فليش دائما منحكي على موضوع أنه رح نفشل؟ أولاً مشان الشخص يكون متحفز دائماً لأنه هو يواصل المسيرة. ثانياً لحتى نقول له أنه الواقع ما نو مثالي، لا عنا ولا بأي دولة أخرى، المنافسة مشروعة، الصراعات موجودة، هي صراعات خارجية، فما بالك بالصراعات الداخلية اللي هي لسه ممكن تأثر أكثر. الصراعات الداخلية بسبب عدم الرضا وبسبب عدم الرغبة بأمور معينة بالظرف أو حتى بالتأقلم معه، هي بحد ذاتها ممكن تعمل اكتئاب، ممكن تعمل حالات أكيد عنف. بدأت وعدنا عن النجاح. سالي، هل بتلاقي حالك شخص ناجح؟ هلا طبعا اكيد، بس لسه بينقصني ايضا شيء اتعلمه، الحياة بتعلم سمر. لهلا بفشل اكيد ببعض الامور، اي حدا بيفشل ببعض الامور، ولكن الشطارة انه تقومي من هالقصة وتقدري توقفي وتقدري تكملي طريقك. من هون بده يطلع سؤال، شو هي شخصية أو صفات الشخص الناجح؟ يعني ما أقول مثلا أنا ناجحة بهالقصة بس بقصة تانية ما قدرت كفي فيها أو أنجح فيها، هل أعتبر إنسان ناجحة بالحياة ولا لا؟ هلأ إذا بده الواحد ياخد من منظور نفسه، فهو إذا حقق هدفه وكان مانو كتير أموره ممتازة بباقي النواحي فهو ناجح لأنه هو حقق هدفه. أما إذا بدنا ناخدها من منظور الآخرين فممكن يقولوا لا هو ناجح بهالموضوع بس هو ما نو قدران يعمل توازنات بحياته. لذلك منقول النجاح ليكون بصورته الأبهى لازم نحقق توازنات بمجموعة معطيات، توازنات على الصعيد الداخلي وتوازنات على مع البيئة المحيطة. البيئة المحيطة مثل ما حكينا فيها صراعات كتير، فأنا بدي أتوازن فيها مهنياً واجتماعياً وبعلاقاتي بهدول الأمور. داخلياً بدي أعمل توازن بين الدافعية اللي عندي والطموح وبين الإمكانيات لحتى أنا أعرف حالي هل أنا فعلاً عندي الإمكانيات لوصل لهذا الطموح. هذا التوازن بيخليني أعرف نقاط الضعف اللي عندي، تحمل المسؤوليات، تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، نقاط القوة لنقويها ونقاط الضعف لنبعد عن طريقنا ويعني بنحاول نلغيها من حياتنا. وهو كمان بالإضافة للذكاء، هي هي صفات الشخص الناجح. شو ممكن كمان عندك إضافات ولا؟ هلا هو ما بيكفي الذكاء لوحده، ممكن لازم يكون في المواظبة على الموضوع، الاستمرارية كمان. مثل ما حكينا لأنه إذا فشل هو لازم يرجع يقوم ويكمل. هلأ في أشخاص هنين ما عندهم مقدرة كبيرة، يعني إمكانيات فكرية أو ذهنية عالية، لكن بس بيبذلوا جهد، لكن تمام، وهن الناجحين بسبب مواظبتهم. تمام، فهن ممكن يكونوا ناجحين بعمل فني تماماً، لا يحتاج لإمكانيات ذهنية كتير عالية، بده خيال، بده إبداع. فلذلك حسب الهدف منقول المقومات. حتى مثلاً الناجح لنقول بالدراسة،
لازم يشتغل على نواحي معينة بتختلف عن الناجح بالعمل. ناجح بالعمل بده يعرف أسلوب تواصل فعال مع الآخرين، التواصل الاجتماعي والنظرة الإيجابية للمجتمع ولرفقاته، لأنه النظرة السلبية أكيد مدمرة لإله وللمحيط فيه. صحيح، بده يشتغل على بناء فرق عمل، هذا اللي نقول مهنياً اللي بده يكون ناجح بعمله، بده هي بعض المهارات. تمام. بده يشتغل على موضوع التنظيم، التخطيط، هي الأمور ما بيشتغلها الطالب. الطالب بيشتغل على موضوع تنظيم برنامج دراسي. نعم. تمام؟ العمل بنشتغل تنظيم أولويات، إدارة أولويات. نعم. فالشخص الناجح بالعموم بحياته العامة بدنا نقول بده يعرف مجموعة من المهارات الداعمة، معناته في عنا مقومات أساسية أو عناصر أساسية للنجاح، هي الدافع اللي بيولد لي الطموح والرغبة والمواظبة، ثانياً هي الدافع، ثانياً الإمكانات والمعرفة اللي هي بتحدد لي القدرة على القيام بهذا الموضوع، ثالث شيء التوازنات اللي حكينا عليها. هدول ثلاث عناصر أساسية لازم يكونوا موجودين عند الجميع. هدول دكتورة ضمن مهارات النجاح، ولكن خلينا نفوت لموضوع هيك أنت بدك تجاوبينا عليه، هو النجاح النسبي والمطلق. أحياناً منشوف دكتور مثلاً من يعني أعظم وأضخم البروفيسورية بالعالم وكتير شاطر بمجاله، بيجي بيقعد على طاولة عشاء بين مجموعة يمكن ما بيعرف يحكي كلمة. صحيح. قديش هيدي القصة، هو ناجح بعمله ولكن هو فاشل اجتماعيا. هون كيف بده يقدر، يعني بيقولوا انه قديش شاطر بس ما بيعرف يحكي. تمام. ما بيعرف يقعد، والعكس صحيح احيانا. صحيح. خلينا نحكي عنه. هي النقطة كتير مهمة ومنواجهة بالفعل بالحياة، لأنه شو بيصير عادة اللي بيركز على موضوع معين لينجح فيه، موضوع التركيز معناته أنا ما عاد اهتميت بنواحي كتيرة. تماما. هذا الموضوع لازم نحنا نقدر نتجاوزه ونكون منتبهين عليه من البداية، بأنه نعمل هي التوازنات بين حياتنا المهنية بين حياتنا الشخصية. لكن مع هذا لو كان هو فاشل اجتماعيا، حسب منظور مين أنا عم بحكي. إذا أنا كنت مريض أنا ما بيهمني حياته الاجتماعية، فأنا رح أقول عليه أنا كتير ناجح. إذا كنت أنا طالب عنده بالجامعة وعم باخد من خبرته ومعرفته، فأنا بكتير بيكون هو بيعني لي بجوز مثل وقدوة لإلي بالحياة مهنياً. تمام؟ فلذلك حسب من منظور مين عم نحكي. لكن إذا بدنا نرجع للذات وللنفس البشرية، فهو لا يفترض يكون عامل حياته المهنية بما يتوازى مع حياته الاجتماعية مع علاقاته مع الآخرين. هي التوازنات بتحقق له رضا بأي مكان ممكن يكون فيه، لأنه إذا كان هو ناجح مهنياً فبيكون هو كتير سعيد وقت يكون بالعمل. لكن إذا فاشل اجتماعياً رح يحس بالإحباط وممكن ينعزل شوي عن العالم إذا حس فيه ردود أفعال مانا كتير ظريفة لأحاديثه، فهذا الشيء بيسبب له عدم رضا. لذلك هو بده يشتغل على هي النواحي. فمعناته في عنا مجموعة مهارات، هي المهارات الحياتية اللي الواحد بده يشتغل عليها بالإضافة للعناصر الأساسية للنجاح. مثل ما قالت سالي، عن جد في كثير من الأشخاص ناجحين بناحية بس عن بتعدي معهم ما بيقدروا يحكوا، بيقولوا لك إن إحنا ما بنعرف نحكي. يعني هي هذا الشيء عدم الثقة بالنفس ولا شو منسمي، ولا هن بيحبوا الانعزال مع إنه هن كعمل ناجحين كثير بعملهم، ولكن بالعلاقات الشخصية فاشلين. ممكن نحكي نحن كمان على أهم المعوقات اللي بتوقف في طريقنا وطريق النجاح. هلأ المعوقات كتير كبيرة. أولاً المنافسين، إذا بدنا نحكي بالبيئة الخارجية، المنافسين لإلي ممكن كتير يكونوا هنين عم بيطوروا حالهم. ما بدنا نقول منافسة غير شريفة وخلينا على المنافسة، فأنا عم بتصير والله بتصير طبعاً كلنا بنعرفها، لذلك ما رح فوت بهذا المجال. إذا عم نقول هنين عم بيطوروا ذاتهم، فهي بحد ذاتها منافسة لإلي. إذا كان عددهم كبير، هي كمان بتطلب مني أني أبذل مجهود أكبر، معناته العدد بيأثر، النوعية تبع هاي الأشخاص إذا مؤهلاتهم عالية بتأثر علي. بالإضافة هي إذا بدنا نقول من الأشخاص، بالإضافة لظروف الحياة، ممكن أنا أكون بدي أمن جانب مادي فأبتعد نوعاً ما عن هدفي، هذا هو عامل مؤثر لأنه هو ما بيساعدني أو يدعمني لجيب الموارد لأعمل موضوع النجاح تبعي، لأنه ممكن يكون النجاح بابتكار باختراع معين أو بطالب بده يدرس
ليتفوق، لكن هو مفترض انه يروح يشتغل ليأمن كمان شوية مردود مادي، فمعناته في عنا معوقات كتير كبيرة. لكن هون شو اللي بيقدر يخدمنا بهذا الموضوع؟ في مجموعة من المهارات الداعمة لإلنا، هي أولاً إدارة الأولويات. يعني كيف؟ أنا مو مطلوب مني نفذ كل شيء بالحياة، مثل إدارة الوقت. إدارة الوقت بيقول لازم نفذ كل شيء، إدارة الأولويات بيقول لا، نفذ الأمور الصحيحة. إدارة الوقت بيقول نفذ الأمور جميعاً. هلأ هون شلون بيكون الفرق ضمن هذا التفصيل؟ بأنه أنا ابني علاقات فيها منافع مشتركة. هلأ العلاقات المنفعية بتختلف عن الشيء اللي نحن ممكن نفهمه بالواقع، أنه هي مصالح. هي مصالح، لكن شو الميزة تبعها؟ أولاً الإنجاز كمان. أولاً الميزة بهي العلاقات أنه توزيع الأدوار، كل واحد بيعرف شو دوره. ثانياً توزيع المكاسب، أنه أنا بعرف إذا ساعدت وساهمت بهذا الموضوع شو ممكن يرجع لي. ثالثاً الثقة المتبادلة، أنا لأعطي دور لشخص يساعدني بموضوع معين لازم يكون في ثقة، أنا ثقة فيه وهو بيوثق فيني ليقدر يعمل لي هذا الموضوع. فإدارة الأولويات هي موضوع كتير مهم بيساعدنا ب والحديث اللي حكيتي هو كتير مهم. يمكن أكيد إن شاء الله يا رب تكون الرسالة وصلت للجميع. ثمر النجاح يمكن في شغلة هيك ننوه عليها، هي إنه يكون الإنسان الناجح عم يطلع بهدفه وما يطلع على غيره. خليه يمكن عيونه متوجهة شو هو بده يحاول. إذا حدا ناجح مثلك مثلا ثمر، أنت عم تبدي خطوة خطوة نتعلم منه منغار منه. يمكن هون المنافسة الشريفة هي كمان طريقة للنجاح لكل اللي حدا بده يطلع ويصير بمستوى أعلى شوي طبعا من مستوى خلينا نقول بالعمل بيكون المستوى هيك شوي بيكون الليفل واطي، بعدين بيعلى 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 يمكن لنوصل للهرم. مزبوط تمام. إيه يمكن هذا الشيء بدنا نحكيه. أكيد معلومات قيمة. والنجاح هو دائما الصعود، والواحد ما يوقف عند حد دائما. أنا بنظري أو الفشل هو بداية النجاح وبداية طريق جديد وحياة جديدة، وأكيد حتكون أحلى من القديمة. أكيد. ونصائح كتير مفيدة، وبتمنى كل اللي تابعنا يستفيد منها. متشكرك كتير لوجودك معنا. شكرا لكم، وبتمنى لكم النجاح الدائم إن شاء الله. شكرا كتير لك دكتورة. شكرا لك. أما هلا